ونسمعن مع سميرة على راديو دزام. جمعة مباركة مستمعينا، ومرحبا بكم في كل وتسمعن لنهاية هذا الأسبوع مع الأستاذ نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير لسميرة، وجمعة مباركة، وإن شاء الله بشي كيف ما ولفتينا بشي كسعد كسكسو إن شاء الله، وبشي بشي عمرة إن شاء الله. إن شاء الله السادة المستمعين، سميرة تدير كسكسو دكالي دكالي، واخا لا بغيتي دكالي مخضرم مخضرم عندي كسكسو. إذن غادي نختموا اليوم أسبوعنا بعشبة حاضرة في تقاليدنا مدة وزمان، هذه منها المراكشي المكناسي العبدي والصوفي، بها أتيت يولي مغربي. غير المغاربة غدوا عليها مؤخرا لما سمعوا من إشاعات، غادي نعرفوا مدى صحتها اليوم معك أستاذ. موضوعنا اليوم مستمعينا هو النعناع. نعم فعلا النعناع هو يعتبر بين الأعشاب اللي كانت داخلة في المائدة المغربية وكان دائما حاضرة، ولكن غضبنا عليها مؤخرا. غضبة كان عزوف، كان عزوف غضبة مزيانة وما مزياناش. لأن شتي لا سميرة، نقول لك واحد المسألة، هو جدودنا ما كانوا علماء في التغذية، حيت كانوا تيتحاوروا مع الغذاء وكانوا تيتحاوروا مع الطبيعة. تيسمعوا ليها، وكانوا تيسمعوا ليها، وكانوا تياخذوا الحاجه في وقتها. انا غنعاود نكرر، قلتها الاسبوع الماضي ونعاود نقول هذا الاسبوع، عباد الله راه ماشي وقت الدلاح، هذا بعدو من الدلاح الله يجازيكم بخير. هذا يعني بان النعناع عنده وقت؟ هو اكيد ما عمرني ما عرفت. اكيد اكيد عنده وقت. شنو هي الوقت ديال النعناع؟ نشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. لا 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 الوقت ديال النعناع لا سميره، لان النعناع اشنو تيدير؟ مؤخرا تم اكتشاف بان النعناع تاثر على الخلايا في الجسم ديالنا اللي عندها علاقه بالاحساس بالبروده، داكشي نسميوه منعش. داكشي تيبرد. الوغ شوف الله سبحانه وتعالى في الطبيعه، لان كاين شي امور بكل صراحه يعجز الانسان على طبعا طبعا. فمن تتحلل النباتات وتتلقى الشبه والنعناع، هما جوج ديال الاعشبات اللي المغاربه كانوا تيديرهم فتاي. تماما. الشبا تعتبر بين الاعشاب المسخنه، وحنا كنا ذكرنا الى عقلتي الاسبوع اللي فات، وقلنا مباشره ما تيوصل نهايه شهر 4 تيخصنا نحبسوا الشبا لانها ستولي مسمومه. الله يرحم عليك، لان علميا ثبت بانها ملي تطلع تتولي وعندها واحد الطول ديالها تيولي كبير، لو برينسيب اكتيف ديالو تيولي كثير، وبالتالي تتولي سامه. اشنو تيجي من بعد هاد الوقيته هادي؟ تيجي النعناع. النعناع خصو يتستهلك ما بين شهر 4 و 5 حتى لشهر 8 ونحبسوا الاستهلاك ديالو. هكذاك. ما خصناش نستهلكوا النعناع اودولا ديال لو موا ديال لو موا دوت ولا لو موا سبتمبر. النعناع خص يسبح يتحبس الاستهلاك ديالو مباشرة من بعد ما تتبدا درجة الحرارة في انخفاض، يعني شهر 9. وهذه الناس شحال هذه كانوا عارفينها وكانوا تيستهلكوا النعناع في هذه الوقيتة هذه، ومن بعد ما تيبقاوش يشربوا النعناع، تيديروا أتاي بوحدو ولا أتاي بالشيبة. علاش؟ لأن النعناع كيف ما قلت لك هو حيت النعناع فين كان داخل؟ الناس دابا شوف حنا انا ما تنجيش وتنقول النظام الغذائي المغربي احسن الانظمه، راه ما تنجيش نقولها غير هكاك، راه تنقولها بقواعد علميه مثبوته اللي هي كاينه بدراسات علميه واقعيه. المغاربه كان اتاي يعتبر من بين الاشربه التي تتكون حاضره في جميع الولائم. انا راه ماشي ضد الماكله، انا زريدي ولكن خصنا نعرفوا كيفاش ناكلوا. هذيك اللي تيجي عندك الضياف وتتحط ليه المشويه وتتحط ليه بسطيله وتتكمل ليه المناضه تتخسر كل شيء، ولكن ملي تحط ليه كاس ديال اتاي بالنعناع اش تدير؟ كاع ديك الشحمه تتخرجها. جميل. لان النعناع اش يدير؟ يساهم ويحفز عمل المراره. المراره اش تدير؟ تتفرز لنا الانزيمات اللي غتهلك لنا الدهنيات. لو ان المراره ما كايناش، اولا المراره ما خدامش مزيان باش الناس اللي محيدينها ما يبقاش فيهم الحال، لو ان المراره ما خدامش مزيان ما غتفرش لنا الانزيمات مزيان وما غنهضموش الدهنيات مزيان. فالشرب ديال النعناع ولا الشرب ديال اتاي، الناس بداو لو اتاي تيدير فقر الدم، لو اتاي تسبب اتاي اللي يسبب فقر الدم. هذه مساله هضرنا عليها وتنعاود نكررها. لا الشاي بريء من الاصابه بفقر الدم. الناس اللي مصابين بفقر الدم ما يشربوش اتاي، ولكن اتاي ما تسببش فقر الدم. فملي تنهضروا على هاد النعناع اللي هو تعتبر بين الاعشاب، علاش قلت لك قبيله ان مزيان الناس نبعدوا عليه شويه؟ لاننا نصيحه اللي نقدر نعطي اليوم لسميره، كل واحد يدير محيبق في الدار ويزرع فيه جوج عروش ولا ثلاثه عروش ديال النعناع. ما فيها باس. سافا غيان دوموندي. تماما. غراف ديال الماء في النهار
وما غيحرتو ما غيزرعو ما غيقابلو ما غيخدم عليه ما والو، غيكبر راسو ومنين يكون باغي النعناع يقطف هذيك جوج ورقات ولا ثلاثه الورقات ويديرهم فيه. لان للاسف صح انا لا اعمم، ولكن باقي البيو في المغرب وباقي الناس محترمين في المغرب وباقي الناس معقولين في المغرب، ولكن كاين هناك ناس للاسف اللي تيقلبوا ربما على الربح السريع ولا تيقلبوا على تيغشوا وتيديروا مبيدات اللي هي خطيره على في النعناع، وتيديروا ربما ادويه اللي هي خطيره في النعناع. هذا الشيء علاش يعني كاين عزوف على النعناع؟ الناس وعوا بهذه القضيه هذه، لان كاين هناك دراسه انا قريتها في الجرائد بان لقاو بان النعناع يعني غني بالنيترات، يعني فيه واحد المواد اللي هي مضره بالنسبه للجسم ديال الانسان. فاذا كنا عارفين المكان ديالو منين نشريه ولا كنا عارفين السيد مثلا اللي تيبيعو لنا راه معقول الى اخره ناخذه من عنده. ما كناش عارفين انا قلت لك محبق في الدار اش غنخسر عليه؟ محبق في الدار لانه لانه مفيد جدا، مفيد مهم. انا قلت لك بالنسبه للصيف الناس عاد ما يبقاو يشريو ديك المشروبات الغازيه باش يبردوا، وهذه هذه تجربه يديروها. شرب كاس ديال النعناع ولا كاس ديال النعناع ولكن بلا سكر، واضح. علاش؟ لانه هو تيحفز كيف ما قلت لك هذيك الخلايا اللي عندها علاقه بالبروده، داكشي اش نسميوه منعش. داكشي علاش شي مره ربما كاس ديال اتاي بالنعناع يبرد ديال العطش اكثر من الماء الا كان بارد وما عرفتش كيفاش نشربه، لان الماء عنده قواعد ديالو باش نشربه. ربما نديرو حلقه على هذه المساله هذه. انما النعناع يحتوي على انزيمات اللي مهمه بالنسبه للجهاز الهضمي، تحتوي على لوكسيداز وبيروكسيداز، فيه فيتامين سي، بالاضافه لمجموعه ديال المكونات الغذائيه. لا ما نهضروا على مضادات الاكسده اللي فيه، حتى هو يدخل في الاغذيه المضاده للسرطان، احنا داخلين في الاغذيه المضاده للسرطان. بالاضافه لهذا ان النعناع يعتبر من الاغذيه المهمه للانتفاخ، الناس اللي عندهم الانتفاخ على مستوى البطن، وبالتالي شرب ديال كاس ديال النعناع ولا شرب الناس. انا نقول لك واحد المساله، الناس اذا كان عندهم نعناع في دارهم يشدوا عريشه النعناع ويكبي عليهم ما طايب ويشربوا، اولا يديروا في العصائر. تماما، تنعرفوا حنا الموخيتو، ولكن الموخيتو حنا ما نديروش فيه الكول، نديروا الحامض النعناع. طبيعي هذاك الحامض النعناع، ولا نطحنوا تف مع الليمون ولا نطحنوا مع البنان، ندير نقدروا نديروا فاش ما بغينا النعناع، نديروا في لي سالاد كذلك. تماما، هادشي كلشي حاضر في الحياه ديال اليوم. عارف غتكوني زهلتي حتى حاجه. فهاد علاش؟ لان ملي تنتناول النعناع، ملي تناخذ النعناع هو يحارب المشكل ديال الانتفاخ على مستوى البطن. كاين ناس اللي ملي تيشربوا النعناع تيقول لك دار لي الحرقه. هنا كاين جوج الاسباب، يا اما داك النعناع غير جيد، يا اما حيت خلطوا مع اتاي. علاش حيت تخلط مع اتاي؟ ممكن يقدر يخلق مشكل. كاين الناس اللي تيخلق لهم مشكل لان تيوسع لهم الفم ديال المعده وتيبدا يطلع داك لو ليكيد ديال المعده، تيطلع لونيفو دو سوفاج ديال الانبوب الهضمي وتعطينا داك الحريق. لهذا فخصنا ما امكن الاعشاب ناكلوا كل عشبه بوحده، ولكن ماشي الناس اللي ما تيضرهمش يمكن لهم. انا ماشي تنقول راه التخليطه خايبه، الناس اللي ما تيضرهمش يمكن لهم يشربوا اتاي مع النعناع، ما عندناش مشكل. الناس اللي تيعانيوا من رغبه في التقيؤ، الناس اللي عندهم اضطرابات على مستوى المعده، شرب النعناع يساهم في علاج هذه المشاكل الصحيه. انا ما تنقولش علاج يعني نبدلوا الدواء، لا، ولكن يساهم الناس اللي استنونتي انفلاماتوار ناتوريل بار اكسيلونس، الناس اللي عندهم الحريق على مستوى المفاصل، ولكن الفتره ديالو ما بين شهر 4 شهر 5 حتى شهر 8 شهر 9 على الاكثر. وخصنا الا خرجنا من هذه الفتره هذه لانه ماشي طبيعي، لا يعني تيولي هنا مشكل وتيولي هنا يقدر يكون هناك خطر اكثر من اللي غنستافدوا منه. واضح. النعناع نقدروا نستعملوه في مشروبات سخونه بحال في اتاي، طبعا كيف ما قلنا الاتاي المغربي الاصيل، كذلك في الحليب سخون. وريحه النعناع في الحليب السخون تنساوها هذه قبل من النعاس، سي تري بون مزيان للصحه ديالنا، وتيهدن وتيكون من ألذ ما يكون الحليب بالنعناع. يعني الناس، لان الناس سمح لي سميره، الناس تمشيو غير فليو الزعتر، راه النعناع يقدر يلعب الدور هذا. صحيح. تنصحكم كذلك تعملوا على حتى في كاس اتاي نيغرو كنا تكلمنا عليها، تيجي لذيذ بزاف مع الحامض وريقة تزيد المشروب انتعاش. كيف ما هدرتي الموخيتو، انا تنديرو بعصير الحامض الماء وتل تفلد الحامض، لسه استعملنا جوج الحامضات، ناخذوا القشور ديال الحامضه وحده وشويه النعناع شويه الماء. تنصحكم في عاود استعمال السكر نستعملوا التمر مثلا. مثلا ما نساوش انه يمكن يستعمل كذلك في الشلاضه مع الخضر، او مع التابولي اللبناني تيديروا فيها شويه ديال الكسكسو، الكسكسو مفور، شويه ديال الخيار، شويه مطيشه وشويه النعناع. شلاضه منعشه جدا. تنديروا ما يسمى كذلك بلي غولو دو برينتون، اللي تيكونوا فيهم شويه الخضره، الخيار، الخزو، المكور، تنزيدوا فيهم شويه القزبر وشويه النعناع. الكل تنجمعوه بشويه ديال لا فينيغريت، يا اما تنديروهم في الوراقي ديال الروز، يا اما ناخذوا شلاضه بحال هكاك منعشه جدا. خصوصا في فصل الصيف، الفصل اللي
نصحنا الاستاذ نبيل عياش اننا نتناولوا فيه نتناولوا ونشربوا النعناع لان الناس ربما هذه الوصفات اللي عطيتينا لسميرة ربما الناس ما مولفينش بهم الناس عارفين غير يجربوها الجديده بزاف ويردوا لينا ربما حتى بالنسبه للاطفال ربما باش نحبوا لهم واحد الغذاء اضافه النعناع لان ديك الريحه ديالو زوينه وديك المذاق ديالو المنعش كيف ما قلتي صحيح. يقدر يحبب واحد الماده غذائيه للاطفال صحيح صحيح فاذا يكون عندكم النعناع دائما فتره الصيف واستعملوه ما تردوش اسمح لي لسميرة نقول لك واحد المساله ان النعناع الناس اللي مثلا مشاو للعروبيه وعرفوا بان عندهم شعر نعيتهم عندهم نعناع طبيعي ممكن يلبسوا النعناع بحال لويزا جميل ولا بحال فليو ولا بحال الزعتر جميل يجيبوه يحيدوا الورقات ويلبسوه في الظل في الظل في الظل ضروري نعم دائما التباس دائما خصو يكون في الظل سواء الشريحه سواء الزبير لان سينو تتبخر هذوك المكونات المفيده فممكن النعناع يلبسوه في الظل ويبقى عندنا طيلة السنه جميل يعني ديال هذيك الا كنا متاكدين بانه بيو ديالو او للناس مثلا اللي عندهم البحابق في الدار مثلا على برا في لاتيغاس ومي غيمشي غتبدا الشتا غيعرف بانه ربما ما غيبقاش عنده هذيك النعناع ممكن كذلك منين يكون عنده النعناع في المحبق ممكن انه يلبسو ومنين يجي يطيبو عادي كيف ما تنديروا اللويزا كيف ما تنديروا الزعتر كيف ما تنديروا اتي راه تيولي النعناع وتيبقى محافظ على كل المكونات المفيده ديالو كذلك على الرائحه والانتعاش اللي معروف ممتازه الله يودي شكرا لك استاذ نبيل عياش نتمنى لكم مستمعينا جمعه مباركه وكونوا معنا في الموعد كل وتمعن يوم الاثنين يعود لكم إن شاء الله إلى اللقاء وجمعة مباركة.